ونحييكم من جديد. تسريبات جديدة حول نية رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك للاستقالة في غضون الأيام القليلة القادمة وفق ما أفادت مصادر لصحيفة الشرق الأوسط، وذلك بعد أن كان إرجاؤها الأسبوع الماضي استجابة أو تم إرجاؤها الأسبوع الماضي استجابة لوساطات إقليمية ودولية وضغوط محلية، غير أن تطور الأحداث والعنف الذي استخدمته القوات الأمنية ضد المتظاهرين السلميين في الأيام الماضية دفعت حمدوك إلى التراجع عن إرجاء الاستقالة وفقا لمصادر صحفية. ونقلت الشرق الأوسط عن أحد العاملين بمكتب رئيس الوزراء أن حمدوك أبلغهم منذ الأربعاء الاستعداد لعملية تسليم الملفات للأمانة العامة لمجلس الوزراء. وأوردت الصحيفة كذلك امتعاض حمدوك مما اعتبره عنفا مفرطا من السلطات الأمنية تجاه تظاهرات 19 و25 من ديسمبر الجاري. وأبلغت مصادر موثوقة العربية أن رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان ونائبه الفريق محمد حمدان دقلو التقيا حمدوك مساء أمس دون أن تعرف نتائج هذا الاجتماع. أفاد مراسل العربية في السودان أن اجتماعا سيعقد اليوم يضم ائتلاف الحرية والتغيير إلى جانب قيادات من حزب الأمة القومي في دار الحزب، ويسعى المجتمعون إلى التوصل إلى وثيقة سياسية موحدة تتضمن خريطة الطريق السياسية التي تقدم بها الحزب لرفعها إلى رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك للخروج من الأزمة. وأضافت مصادر خاصة لمراسل العربية أن حمدوك سيشرع إثر تسلمه الوثيقة بتشكيل حكومته في موعد لن يتجاوز 30 من الشهر الحالي. وأفادت المصادر بأن لقاءات مشتركة جمعت القوى السياسية مع رئيس مجلس الوزراء والسيادة مؤخرا للاتفاق على توصيف الحكومة بحكومة كفاءات سياسية فقط أم كفاءات مستقلة غير حزبية. نناقش هذا الموضوع مع ضيوفنا من الخرطوم نور الدين بابكر عضو المكتب السياسي في حزب المؤتمر السوداني، أهلا بك. ومعنا كذلك محمد آدم القيادي في قوى الحرية والتغيير الميثاق الوطني، أهلا بكم ضيفي الكريمين. واسمح لي أن أبدأ معك أستاذ محمد، ربما حضرتك أقرب لما يناقش الآن. هل حمدوك سيتقدم فعليا باستقالته؟ هل هذا وارد؟ طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، والتحية لك والتحية لضيفك الكريم والمشاهدين الأعزاء. هو بداية من حيث المبدأ، يعني الاستقالة هو أو هي دائما وسيلة للتعبير عن اعتراض عن شيء ما، وهذا الشيء دائما هو يخص سير العملية المتفق عليها أيا كانت سياسية أو اقتصادية أو وظيفية يعني. فبالتالي الاتفاق الذي تم في نوفمبر بين السيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي والدكتور عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء كانت مبنية على مندد فيه أكثر من 12 أو 13 مادة أو فقرة. هذه الفقرة كانت تنص على أن يتم مباشرة الشروع في مسألة يعني تعديل الوثيقة الدستورية بما يتماشى مع واقع التحديات وغيرها من البنود الكثيرة التي لا أريد أن أفصل فيها حتى نعرج عن مسار الإجابة. لكن المهم في الأمر الممارسة التي تمت من دكتور عبد الله حمدوك أفتكر كانت هي في كامل الحرية، وحتى كانت فيها إلقاء لقرارات وتعيينات جديدة وهكذا. فبالتالي التحديات التي أنا أقولها بشكل واضح أن دكتور عبد الله حمدوك عادة يكون في مكان ردة الفعل التنفيذي، وبالتالي دائما هو ما يعيب على القوى المدنية تشتتها وتحدياتها، وهذه نفس المبررات التي كان طيب. لكن يعني أستاذ محمد، السؤال كان عما رشح من اجتماع، مش حضرتك الحرية والتغيير صحيح؟ طيب مش اجتمعتم مع حمدوك؟ نعم. طيب اجتمعتم اليوم معه، سيتقدم باستقالته أم لا، أو لستم مطلعين على الموضوع؟ لم أفهم. الدكتور عبد الله حمدوك يعني ينوي تقديم استقالته في الأيام الماضية، وبعد ذلك الآن أيضا هو يرى أن ربما يعني يقدم استقالته في
حال فشله في يعني تعيين الحكومة التنفيذية وهذه المهام الأساسية التي من خلالها ينبني الاتفاق، وربما يقدم استقالته أو ربما يقدمها، كله وارد في حسابات الوضع الموجود الآن وما نعلمه أيضا. يعني أستاذ نور الدين، ما رأيك؟ هل سيتمكن عبد الله حمدوك من تشكيل الحكومة أو من الوقوف على نقاط هذه الوثيقة، وهل سيقدم استقالته أم لا؟ طيب، مساء الخير. أهلا بك. أولا خلينا نوضح بعض الحقائق. ضيفك العزيز هي جزء من الحرية والتغيير، وهذا معلوم بالضرورة. هي مجموعة خارج الحرية والتغيير دعمت هذا الانقلاب ودعت له، وهي الآن تحاول أن تشكل حاضنة سياسية للانقلاب. أي هو خارج الحرية والتغيير، لكن شق ثاني، ما هو صار اثنين حرية وتغيير واحد واثنين وحرية وتغيير لا يوجد اثنين. حرية وتغيير اثنين، توجد حرية وتغيير واحدة. هي حرية والتغيير التي موقعة على إعلان الحرية والتغيير والملتزمة الآن ضمن هياكل الحرية والتغيير. هناك آخرين خرجوا خارج الحرية والتغيير، بالتالي هم الآن يشكلون تحالفات أخرى باسم الميثاق الوطني تارة وباسم الحاضنة السياسية الجديدة مرة أخرى. ولكن دعيني أؤكد مرة ثانية أنه نحن لم نقابل الدكتور عبد الله حمدوك ولم نكن جزء من أي مشاورات متعلقة بالميثاق السياسي. نحن رفضنا الاتفاق السياسي منذ اليوم الأول، وتحدثنا عن أنه هذا الاتفاق لا يساوي الحبر الذي كتب به، وقلنا بوضوح أن هذا الاتفاق هو طعن في الثورة وخيانة لها. طيب، بالتالي أنا أعتقد أنه أي مشاورات الآن هي غير موجودة. الحديث أيضا أنتم كحرية وتغيير، فقط اسمح لي يا أستاذ نور الدين، لأنه ذكاء من حضرتك أن تقول الحرية وتغيير لم تقابل السيد عبد الله حمدوك، والواقع بأنه جزء من الحرية وتغيير المنقسم، خلي حتى يفهم مشاهدينا، جزء من الحرية وتغيير المنقسم فعلا قابل عبد الله حمدوك، فهذا الحاصل، أليس كذلك سيد محمد؟ وبداية يعني أول شيء أنا أكرر مرة ثانية يعني التحية للرفيق نور الدين بابكر، ولكن نور الدين بابكر ربما قد يكون نسي بعض المعلومات والتواريخ. يعني أنا يعني عضو للمكتب القيادي للجبهة الثورية السودانية بموجب وجودي في المكتب التنفيذي والقيادي للجبهة الشعبية المتحدة التي وقعت على إعلان كاودة وعلى إعلان باريس ونداء السودان ومؤسس لنداء السودان مع القوى الأخرى، فبالتالي نداء السودان هي واحدة من يعني مكونات الحرية والتغيير. هذه المسألة الآن ليست تفرق كثيرا أنا في تقديري إذا كان هناك حرية وتغيير أصلي أو حرية وتغيير غير أصلي أو ألف أو باء. القضية الآن ماذا قدم أو ماذا ستقدم الحرية والتغيير بكل طيوفها وبكل تفصيلاتها لهذه الأزمة السودانية. كلنا مسؤول، الميثاق الوطني مسؤول والمجلس المركزي مسؤول، لأننا قوة مدنية لم نعزز ونحمي فترتنا الانتقالية، وفضل السلوك الوحيد داخل هذه الفترة الانتقالية هو التشاكس الذي أدى للانسداد السياسي، وهذه مسؤولية نحن لا ننكرها وربما الآخرين ينكرونها، فهذه هي القضية الأساسية. فبالتالي المغزى الآن ما هي رؤية الحرية والتغيير؟ أنا أسأله الآن ما هي رؤية الحرية والتغيير للحلول الآن، ومن ثم ممكن المشاهد وأنت تسأليني ما هي رؤية الميثاق؟ هو قبل الحلول سنتحدث أكيد، نحن نحتاج الآن إلى حلول. يعني حلول بالضبط، وهذا ما يحتاجه السودانيون اليوم، لكن قبل الحلول يمكن أن نكون كلنا أمام استقالة جديدة، واستقالة جديدة قد تعطل قد تعثر يعني مسار كامل. سيد بابكر، ما رأيك؟ طبعا خلينا أوضح أيضا لضيفك أنه ليس كل نداء السودان هو داخل الحرية والتغيير، وليس كل من هو داخل الإجماع الوطني هو داخل الحرية والتغيير. حزب الإجماع الوطني هي يعني أنا حاسة البرنامج صار لماذا انقسم، وبالتالي أعتقد يعني أنه الحرية والتغيير لديها مؤسسات مضبوطة ولديها مجلس مركزي ولديها جهاز تنفيذي عليه. أريد أن أثبت هذه النقطة، ولكن بالمضي إلى النقطة الرئيسية. خلينا نقدم، تفضل. أوكي، أنا سأذهب إلى النقطة الرئيسية. أنا أعتقد أنه استقالة الدكتور عبد الله حمدوك ليس لديها أي تأثير في الواقع السياسي. نحن تحدثنا أنه هذا الاتفاق هو اتفاق
غير جيد وغير ملزم لكل القوى السياسية. بالتالي وجود دكتور عبد الله حمدوك من عدمه أنا أعتقد أنه لن يغير في العملية السياسية بأي شيء. ونحن تحدثنا من اليوم الأول أنه لا يستطيع أن يضمن أو أن يسير هذا الاتفاق بخير، ولا يستطيع حتى أن يحقق المطالب التي من أجلها ادعى أنه وقع هذا الاتفاق بما يتعلق بمسألة الحريات وحقن دماء السودانيين. كل هذه الأشياء بالتجربة انكشف أنها غير يعني موثوق فيها. العسكريين ماضون في تمكينهم، قاموا بقمع المواطنين بأشد السبل في آخر التظاهرات، قاموا بقطع الإنترنت ومصادرة حريات والاتصالات. بالتالي نحن نتحدث الآن عن أن هناك حكومة عسكرية بلافتة مدنية. بالتالي وجود دكتور عبد الله حمدوك من عدمه أنا أعتقد لا يغير شيء في المعادلة السياسية. المعادلة السياسية على الأرض الآن أن هناك انقلاب عسكري يزع السودانيين عبر مقاومتهم الشاملة لهذا الانقلاب لإسقاطه. الحديث أيضا عن رؤية الحرية والتغيير، والحرية والتغيير رؤية واضحة تتحدث أنها مع إسقاط الانقلاب، مع عدم الاعتراف بهذا الاتفاق السياسي، مع تشكيل جبهة شعبية مدنية موحدة تقوم بإسقاط هذا الانقلاب، مع عودة الحكم المدني الديمقراطي في السودان، مع استئناف المرحلة الانتقالية، وتتحدث عن حتى القضايا التي يجب أن تناقش داخل المرحلة الانتقالية بما فيها مسألة استكمال السلام، بما فيها المسألة الاقتصادية، بما فيها مسألة الإصلاحات الهيكلية للمؤسسات المدنية والمؤسسات العسكرية التي يجب أن تفضي بإخراج العسكريين تماما من الحياة السياسية في السودان، ثم المضي إلى حكومة لقيام انتخابات حرة ونزيهة في السودان يختار فيها الشعب السوداني من يحكمه في الفترة القادمة. بالتالي أعتقد أنه الحرية والتغيير لديها رؤية واضحة فيما يتعلق بالراهن، ولكن القفز على هذا الراهن والحديث عن استقالة الدكتور عبد الله حمدوك أنا أعتقد أنه هذا لا يشغل السودانيين في شيء. الآن الرجل بقاؤه من عدمه واحد بالنسبة للسودانيين، هو لم يستطيع أن يحقق الاتفاق، والضامن الرئيسي لهذا الاتفاق هو الشعب السوداني، والشعب السوداني يرفض هذا الاتفاق. هذه رؤية الحرية والتغيير ألف المجلس المركزي، ماذا عن رؤية الحرية والتغيير ب الميثاق الوطني؟ هل فعلا لا توجد حريات وتغيير اثنين؟ لا توجد اي حريات وتغيير اثنين يا استاذ مبكر، هذا الواقع. هناك منشقون ترفضونه لكن هذا الواقع. لا 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 هذا ليس الواقع، هذا ليس الواقع، هذا ليس الواقع. طيب سيد، الواقع ان هناك حرية وتغيير واحدة. طيب سيد محمد، هل الاسم مهم؟ عبد الله حمدوك كاسم كشخص مهم، ان استقال ان لم يستقل، او انه هو ومجموعه اسماء اخرى ربما قادره ان تطرح؟ والله شكرا على هذه النقطة الموضوعية. هو فعلا هل الاسم يفرق؟ يعني عبد الله حمدوك أو غير عبد الله حمدوك، الحرية والتغيير الأصلية أو غير الأصلية، هذه ليست نقطة. النقطة المهمة أن أيا كان المسمى، ما المحتوى والمنتوج السياسي والفكري الذي يقدمه لأن يكون هناك سودانا جديدا بعد هذه الثورة العظيمة؟ نفهم بأنكم بدأتم تفكروا في اسم جديد سيد محمد. يسمى المشروع، لا هي القصة مش قصة مسميات، هذه نحن نريد أن ندرج الحلقة في إطار أعمق من سطحية المسميات. هذه هي ليست النقطة المهمة في أنه يكون هناك رغبة للمسميات، لكن النقطة الجوهرية التي أقول بشكل مباشر أننا في الميثاق الوطني كنا نرى شيئا واحدا، أن من الأخطاء الاستراتيجية أساسا أن ترهن البلاد لخيارات، ومن أكثر ذلك ضيقا أن تطرح البلاد أو أن توضع على خيار واحد. هذا استراتيجيا ومنطقيا وموضوعيا لا يستقيم إطلاقا. فبالتالي ليس هناك أحد يقف من أجله السودان أو يمكن أن ينتهي من بعده السودان، ولا هناك حزب سياسي إذا وجد السودان وإذا انعدم يعني كتم نفس السودان. هذه النقطة الأساسية. نحن مع احترام نحن أريد أن أكمل إجابتي لو سمحتي. نحن مع احترام الفترة الانتقالية، نحن مع قيام مؤسسات الفترة الانتقالية، نحن مع أمر واحد هو قيام الانتقال الديمقراطي عبر صناديق الانتخابات التي هي تبين من له قدرة على إقناع هذا الشعب السوداني. لكن الحديث العاطفي عن مسألة نحن نريد ونحن قلنا هناك كانت 3 سنوات لم نرى فيها أي ملمح من ملامح الانتقال.
الانتقال الديمقراطي. هو فقط للتوظيف سيد محمد اعذرني لان وضع اقتصادي الوقت. هناك وضع هناك لي هناك يعني هناك نقطه مهمه جدا سيد محمد. لا النقطه المهمه ساختم بها جميل. أنا بينكما لكن طيب. اسمح لي انتهى تماما الوقت. النقطه المهمه التي يتحدث عنها السودانيون اليوم هي المؤسسه العسكريه وبقائها. لنكون واضحين، والاستاذ نور الدين بابكر وامثاله في الحريه والتغيير يقولون بانه هذه هي مشكله السودان اليوم. ولكن يطرح كذلك سؤال سيد بابكر، كيف للسودان هذا البلد بتاريخه العسكري بحاضره الصعب أن يتخلى تماما بين ليلة وضحاها أن يتخلى على المؤسسة العسكرية؟ في دقيقة ونص لو سمحت لي. طبعا نحن من الأول للواقع ده نفسه تحدثنا عن شراكة مع المكون العسكري، ولكن أعتقد أنه أيضا بالتجربة أثبتت هذه الشراكة أن العسكريين ما زال هناك بعض العسكريين غير أمينين على هذه الشراكة، وما زالوا هم يحلمون بحكم السودان والانفراد به بدليل الانقلاب العسكري. بالتالي الآن المطروح هو إسقاط هذا الانقلاب ثم وثيقة تنظم العلاقة بين المدنيين والعسكريين. هذه الوثيقة تتحدث عن إصلاح المؤسسات العسكرية وتغيير عقيدتها حتى تقوم بدورها الرئيسي، وهو ليس حكم السودان ولكن هو حماية دستور السودان وحماية حدود السودان وحماية أمنه ومواطنه، ثم تنتهي هذه الوثيقة بخروج العسكريين من الحياة السياسية. هذا أفضل للسودان سياسيين وعسكريين. التدخل العسكريين في السياسة أضر أي ما ضر بالمؤسسة العسكرية نفسها وجعلها منطقة بتاعت اختلاف، والسياسة هي المنطقة الاختلاف، وليس يجب أن تكون القوات المسلحة. القوات المسلحة هي قوات قومية وطنية يجب أن تدافع عن السودان وحدوده ولديها قدسية. بالتالي إدخالها في السياسة هو مضر بالقوات المسلحة نفسها. يجب أن تخرج القوات المسلحة من الاختلاف السياسي، ويجب أن تخرج من اللعبة السياسية حتى نضمن استقرار السودان. طيب وضحت هذه النقطة سيد بابكر. هذه المؤسسة مع نفس هذه النقطة بها ومضي السودانيين في بناء دولتهم التي تسعى الجميع، دولة الحرية والسلام والعدالة. محمد، المؤسسة العسكرية التي أحدثت أو أثرت على الحرية والتغيير وانقسم على إثر اختلاف المواقف تجاهها، هل ضمنت لكم أو ستضمن لكم اسم مرشح في حال استقالة حمدوك؟ يمكن أن يكون هناك مجال للحوار لنقاش لاختيار شخصية توافقية باختصار. نحن المؤسسة العسكرية لا تضمن لها ولا نحن نريد ضمانات من المؤسسة العسكرية. نحن فقط نؤمن بأن هناك مؤسسة عسكرية ينبغي بحكم الوثيقة الدستورية التي ارتضاها الذين أتوا من قبلنا ووقعوا مع المكون العسكري، وهم الذين فتحوا له المجال وهم الذين شاركوه لم نشاركه نحن. رغم عن ذلك نحن احترمنا هذه الشراكة، وكما يقولون إذا كانت القوى المدنية تريد يعني هيكلة القوات المسلحة، أنا أقول أيضا على القوى المدنية أن تهيكل مفاهيمها تجاه علاقتها بالمؤسسة العسكرية من خلال السلطة، وهذا ما لم يستطيعوا التفكير فيه بصوت عالي، وهذا هو الأمر المهم. ولكن في كل الأحوال ينبغي أن يبنى هذا السودان على الحوار مع جميع الأطراف، مؤسسات مدنية وعسكرية وغيرها، لأنه لا مناص ولا في متابعة كل هذا. أود شكركم جزيل الشكر محمد آدم القيادي في قوى الحرية وتغيير الميثاق الوطني، والسيد نور الدين بابكر عضو المكتب السياسي في حزب المؤتمر السوداني. شكرا لكما. انتهت بانوراما، شكرا على المتابعة والسلام عليكم.